دوله العواجيز. اخر كلمه علاء فتاح، وان كان الاسم ده يعني هو انتحال، اسمه الحقيقي علاء احمد سيف، بس يلا زي بعضه لعبوا علاء فتاح. يعني ما اقدرش جبتي يعني. لا بقول لك ايه، في طبعا المشكله مش واقفه عند قانون التظاهر، دي صوره احمد ايمن ممسوك يوم 30/6، ممسوك بالغلط في المعادي، اصيب في قنبله انفجرت بشكل غامض، لقوه مصاب، اتنقل على المستشفى. الشرطه طبعا عاوزه تعمل اي قضيه، راحت قالت هو ده اللي موجود عندنا، لبسوه التهم، تهمته تصنيع قنابل. لو هو كان فعلا بيصلع قنابل وفعلا عندهم ادله كان زمانهم احلوا القضيه، بقاله من 30/6 لغايه النهارده بيتجدد له حبس احتياطي على ذمه التحقيق. ده احمد ايمن، فطبعا هو مش محبوس على قانون التظاهر. في السجن في تورة قابلت شباب احرار مقبوض عليهم من 3/7، اول ناس طبر عليهم، يعني لا كانوا بيحاولوا يقبضوا لسه على مرشد، ولا بيحاولوا يقبضوا على قيادات اخوان، ولا بيحاولوا يقبضوا على مسلحين، ولا بيحاولوا ولا كلام ده. اول ناس اتحركوا يقبضوا عليهم بشكل منهجي كانوا شباب احرار، واللي ما يعرفش احرار ما نزلوش اصلا رابعه، كانوا بينزلوا احتجاجات ضد الطرفين العسكر والاخوان، وما نزلوش الشارع غير يعني بشكل واسع غير في 30/8 ردا على فض اعتصام رابعه طبعا والمجزره اللي حصلت فيه. فبالتالي من الواضح من الاول ان هم العدو بتاعهم شباب ايا كانت انتماءاتهم. دول برضو مش محبوسين بقانون تظاهر، برضو لم يحالوا للمحكمه، ما تثبتتش التهم بتاعتهم، تجديدات في تجديدات في تجديدات وخلاص. طب ليه لما المساله اكبر من قانون التظاهر احنا بنقول اسقطوا قانون التظاهر؟ في اتهام لينا انه ده تحسين شروط العبوديه. انتوا زي ما انتوا شايفين احنا بنهتف يسقط حكم العسكر، وبنهتف يسقط دوله العواجيز، لكن احنا عندنا معضله حقيقيه في ازاي ننظم نفسنا لما تبقى فعلا في حرب على جيل كامل، ولما يبقى الحرب دي مشارك فيها كافه مؤسسات الدوله. في يناير كان عندنا حلم انه الدوله دي لما هتشوفنا واقفين صف واحد كده، انه في للدوله دي عمق ما هواش مبارك وعصابته، فلما هتشوفنا واقفين صف واحد كده هتنفض القذاره اللي علقت بيها وتسيبنا نصلحها. طلع وهم، واحنا دلوقتي عايشين في كابوس انه العدو هو الدوله نفسها. كل حد في الداخليه هو جزء من المشكله، كل حد في القضاء هو جزء من المشكله. مفيش دايره في البلد دي ما حكمتش بحبس احتياطي بامر من وزاره الداخليه، مفيش وكيل نيابه في البلد دي ما تورطش في الظلم اللي حاصل الايام دي. اذا في فهم عشرات ما يتحسبوش، هم قاعدين بيصفوا فيهم دلوقتي. الدوله الجامعه بتاعتها بتقتلنا، شباب الازهر عدد مخيف من القضايا خاص بشباب الازهر دلوقتي اغلبهم قانون تظاهر. احنا مش قادرين اصلا نتابع ولا نعرف ايه اللي بيجرى في الازهر، لكن لو بصينا على الخطاب اللي طالع من اساتذه الازهر واداره الازهر بيتقال جمل من نوع انه انا عندي 10% بس من الطلبه ارهابيين، 10% من طلبة جامعة الأزهر من منظور رئيس الجامعة إرهابيين، يعني 25,000 طالب. يعني هو شايف إنه بكل 10 هو بيعدي عليهم واحد منهم إرهابي، ده علاقته بالطلبة، فبالتالي هو بيدير هذه الجامعة زي ما نتنياهو بيدير الأرض المحتلة، بيبني جدار عازل في جامعة الأزهر، بيدخل مدرعات تقتل الطلبة جوه المدينة الجامعية. فاحنا بنتكلم على انه دي دوله بكافه مؤسساتها، البيروقراطيه بتقتلنا، مصانعها بتقتلنا، مستشفياتها بتقتلنا، مدارسها بتقتلنا، جامعاتها بتقتلنا، كل مؤسسه فيك يا دوله بتقتلنا.
اقوم انا بقى اسيب ده كله واتكلم على قانون التظاهر. ليه؟ اول حاجه لانه هم محولين الحرب ضد الشباب، فحطينا في خانه مزنوقه انه نتخانق مع العواجيز بما فيهم اهالين، واحنا مش عاوزين ده. احنا شفناهم قلبونا مسلم على مسيحي، اسلامي على علماني، نوبي على عربويه، اهل وادي على سيناويه، وقاعدين احنا بقينا بنشارك في القتل. القتل ما بقاش بالميري وبس، بقى فيه الحمد لله مشاركه شعبيه عظيمه. فاحنا مش ناقصه الحقيقه ان يبقى في مقتله ما بين شباب وعواجيز. فاحنا اللي واقع علينا، واحنا اللي بنحاول نستحمل وندور على مخرج. فمش عارفين ازاي نكلم اهالينا ونقول لهم احنا محتاجين نهد الدوله دي كلها لانها مش نافعه. هما بيترعبوا لما بنقول لهم كده. فاحنا دلوقتي بندور على ازاي ننظم نفسنا ورا مطالب ما ينفعش انه يحصل فيها اي فصال في عدالتها، مش عشان ده سقف طموحنا، عشان دي نقطة البداية اللي نوحد نفسنا بيها ونقول لأهالينا انتوا فعلا عاوزين ترمونا نتعذب. في امهات بلغت في ولادها قبل 25 يناير اللي فات ان هم اعضاء في 6 ابريل. في امهات سلمت ولادها للداخلية تعذبهم. انا الحقيقة مش عارف هم دول يعني مجانين والمفروض يتحجر عليهم، ولا هم دول مصدقين الداخلية من كتر الزن الاعلامي ففاكرين ان الداخلية دي احد ادوات التربية وهتملص ودن الواد وترجعه لها كويس. انا مش عارف، بس انا متخيل نفسي لو انا الشاب ده بعد ما خرج من السجن المفروض يروح يعيش مع امه دي تاني، هيعمل ايه في حياته؟ فانا بحاول اقدم حل للشاب ده علشان لا يحس انه عاوز يسيب البلد، ولا يحس انه عاوز ينتحر، ولا يحس انه عاوز يقتل امه. فبنقول ناخد خطوة. طب الخطوة دي متأخرة. الخطوة دي متأخرة لأننا حتى لما الشعب ده قام بانتفاضات وثورات كان بيسيب ناس تانية تحكم وتحافظ على ميراث أدوات القمع القديمة. إن شاء الله في أكتوبر هنعمل حفلة كبيرة قوي احتفالا بمرور 100 عام على إصدار قانون التجمهر لسنة 1914. أصدروه الإنجليز قبل ما تطلع ثورة 19. هم كانوا عارفين هيعلنوا مصر تحت الحماية فهيبقى في حركة وطنية ضدهم، فكانوا عارفين انها جاية، فقالك احنا نعمل قانون حلو كده نحبس بيه اي حد بيتظاهر. قانون التجمع سنة 1914. قامت ثورة 19 واتكتب دستور واتوقع اتعطل الدستور ده ورجع تاني، والوفد شكل حكومة، دخل انتخابات كسب اغلبية شكل حكومة واستخدم قانون التجمهر بتاع الانجليز ضد المتظاهرين، ضد عمال وضد شعين وضد طلب. جاء عبد الناصر عمل ثورة على لأنه حتى الوفد فسد وعمل ثورة واستخدم قانون 1914 ضد العمال والطلبة وكل حاجة. طبعا السادات ومبارك جودوا من عندهم واستخدموا القانون. طنطاوي استخدم القانون. مرسي الرئيس المدني المنتخب استخدم قانون 1914 اللي عملوه الإنجليز. الانجليز رحلوا عن مصر بقالهم 100 سنة ولسه قانونهم بيحبسنا. فانا الحقيقة لو ما شفتش قانون التظاهر ده ممكن الثورة تنتصر ويبقى زيزو عبده رئيس جمهورية ويحبسنا بقانون التظاهر. فانا لازم اشيل قانون التظاهر ده الاول، وبعد كده يبقى نشوف مين اللي هيحكم البلد دي، لانها خربانة ولانه مؤسساتها اصلا متفرغة لنا. فانا الحل اللي عندي دلوقتي اللي انا اقدر ننظم نفسنا على بعض بيه ونرجع الوحدة ونرجع الامل هو اننا نقلم أزرع القمع بتاعتهم. فإحنا بنبدأ معاهم بالهداوة، بنبدأ معاهم بالقانون. ما بنقولش للقضاء يا قضاء أنت فاسد وبتفتري، ما بنقولوش أنتوا عاملين دواير للإرهاب نظريا ومفرغينها لقانون التظاهر والحبس الشباب، ما بنقولهمش أنه الدواير دي أنتوا جايبين فيها القضاء اللي متورطين في التزوير في 2005 ومنقيهم الناس اللي قاعده في المبنى اللي جنبنا ده اللي كنا زمان فاكرينهم حاجه وبنتظاهر دعما ليهم، فهم اللي منقيين مين القضاء اللي يحكموا علينا في قضاء التظاهر، وجايبينهم كلهم او بلاش كلهم عشان ما نتحبسش، جايبين كتير منهم، ها كتير منهم متهمين بالتزوير. فاحنا بقى بدل ما نقول الكلام ده كله بنقول احنا هناخد القانون ده خالص عشان ما تلاقيش حاجه تحبسنا بيها، ونشوف القانون اللي بعده ونشوف القانون اللي بعده لغايه اما يتبني حركه قادرة انها تلهم الشعب ده للامل تاني،
لانه الحقيقه انه حاليا احنا عايشين كابوس ومحدش شايف مخرج. فالشباب محتاج انه يرجع يصدر الحلم، يرجع يصدر الحلم. فمع بعض خطوه خطوه نخرج زمايلنا من السجون، لانه اللي يقرا رسائل عمر حازق هو عارف انه اللي محبوسين دول محبوسين عشان هم اللي في ايدهم مفتاح الحلم. نطلعهم هيبقى معانا مفتاح الحلم وهنعرف نجيب الخطوات اللي بعدها. شكرا ليكم.